اليوم نبي نسولف عن الناس اللي تحب كل شيء ايزي، يعني شنو؟ آه أنا متنت، آه زين العب رياضة، سو يعني حاول إنك أنت تحافظ على أكلك، لأ، إيش تبي أنا سمعت أن في أبرة فلانية بروح أقزها، زين؟ آه هل الدكتور قال لك انك انت لازم تقزل ابر لا بس الربع سواها ابي انا اسويها لان سهالات راح تخليني انا ما اكل أه تسد شهيتي و راح انا امنع نفسي على الاكل وراح اضعف حلو ممتاز تمام وبعدين أه لا ولا شيء بس ان يعني هذا شيء زين ممتاز خلنا ناخذ القسم هذا طبعا انا عندي ناس يو تمرن عندي مدرب وقالوا لي وشفت ويوهم مخطوفه يعني او ما دش علي ضيها متغير طبعا ما قال لي ان انا هو متمرن سوري ما اخذ ما اخذ شيء ف وانا دربه لياقته مو اللياقه اللي, اللي انا يعني انا يعني موصله لها شو تعال انت شو مسوي؟ شو والله كوتش انا جربت ابره و وصراحه تعبتني حلو تعبتك ليش اخذت الابره وانت يعني ما يتشتشرت يتكلت لي ككوتش يعني يمكن انا اعطيك راي انه روح استشير طبيب قبل لا انت تروح تاخذها بروحك عن طريق ربعك يعني هل انت يعني استشرت دكتور وقال لك اوكي لا انت لازم تاخذها لا اوكي دام لا اللي شنو صار انت عندكني طبعا انا راح ارفع التليفون الو دكتور شنو سالفه الابر هذه والابر شو تسوي بالجسم؟ طبعا رد علي الدكتور وقال لي كوتش الابر هذه لما يقزونها شو تسوي؟ تبطئ من عمليه الهضم بالجسم حلو؟ ف ترسل اشارات حق البنكرياس اللي هو يفرز الانسولين ف تعطي اشارات وتخلي يعني اعتقد يعني بارتفاع الانسولين ف يصير يبطئ عمليه الهضم الجسم فانت اي شيء تاكله راح يتهضم بعد مده وايد طويله يمكن لي ثاني يوم تخيلها فانت منين لك طاقه انك انت تتمرن وتتحرك وتداوم وتسوي هالسوالف هذه كلها انت ترى جنيت على نفسك انت سويت شغله انت قاعد تؤذيك يعني هذه اذيه للجسم وانا اعرف ناس ان من خلال الابر معينه البنكرياس عنده صار ان كنترولد صار يعني خرب البنكرياس عنده فراح حق الدكتور وقال له دكتور انت يمكن عندك ارتفاع بالانسولين او انت عندك دش بمرحله السكر او صار فيك هبوط بالسكر ليش احنا ندور السهالات أنا عندي خبر أن هذا أمر سهل لي إبرة ولا راح اتمرن ولا شيء أه، ترى غلطان حتى لما تغزل الإبرة هذه لازم تتمرن تمرن ليش؟ لأن سبحان الله أنت لما جسمك يحتاج طاقة راح يروح ياخذ من من عضلاتك راح يحرق عضلاتك فأنت جسمك راح أه 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 يحاول أنه يغذي نفسه ويوقف نفسه أنه قاعد يحرق عضلاتك فبهالحالة يصير فيك ضمور عضلي فهذه واحده. الثانيه اللي هي عمليات القص المعده والتكميم والسوالف هذه. انا سمعت قصص يعني صراحه يعني تشيب شعر راسي اكثر ما هو شايب شعري صراحه. ف اني انا اروح حق الدكتور واقول له انا ابي اسوي تكميم فالدكتور يقول لي طبعا الدكتور يقول لي آآ آآ لا انت كتلتك الفات اللي عندك الكتل الفات اللي عندك ما تستجوب تستجوب انك انت تسوي تكميم ففي ناس صراحه ما تخاف الله تبي تعبي جيبها هي شو تقول لك؟ روح زيد وزنك وتعال روح زيد وزنك وتعال شنو يعني روح زيد وزنك تعال يعني انا عندي يعني الموضوع اسهل اني أروح ازيد وزني عشان اروح اقص معدتي؟ يعني شنو شنو المفهوم بالموضوع هذا المنظوم هذا؟ اني انا اروح انا اقص معدتي عشان انا انزل وزني او سوري او ازيد وزني عشان اروح عند دكتور انا زايد وزني اروح اقص المعده عشان انا انزل وزني تدري شنو سويت انت؟ الهرم اللي الله سبحانه وتعالى بناه داخل جسمك انت هدمته فتلاقي كل اللي مسوين العمليات هذه شكلهم كنا انسان كبير بالسن وضمور عضلي فيه وما يقدر يتحرك ولا وعباله إن انك انت لما تسوي العمليه هذه راح تقعد بالبيت وما تلعب رياضه وما تسوي ولا شيء فهذه العمليه طول على ما نكملها والحين خرو حق فقرتنا الرياضيه تمرين اليوم تمرين الاكتاف يخص العضله الاماميه الاكتاف وطبعا بنفس الوقت انت راح تحرك الاذراع كله بالطريقه الصحيحه مثل ما قلنا احنا اي زاويه اي كورنر غلط حق التمرين راح يلعب ويتمرن حق عضله ثانيه غير العضله اللي انت تبيها فلازم الطريقه الصحيحه للتمرين شوف مع بعض مره ثانيه نقدر احنا نتمرن بيد واحده خليكم بالطريقه الصح اني انا اول شيء اطلع كني طالع همر بعدين أفرديني الطريقه هذه شنو طالع سيده نفس الافكت اللي قاعد تعطيني نفس الافكت طبعا مع التنفس صح في طريقه ثانيه نفس الايد ونفس الحركه بس اني انا اخليها بالطريقه هذه وارفع ايديني بالطريقه هذه، نفس الشيء طبعا لا هذه غلط ولا هذه غلط، اثنيناتهم صح فانت الطريقه اللي انت تريحك سوها. واحد. فانا الحين مسوي الحركه بهالطريقه هذه سيده مع موازي مع كتفي الامامي تمام اذا نسويها بين الثنتين بالطريقه هذه واحد اثنين هذه آه الطريقه صحيحه حق تمرين الاكتاف الامامي اللي قاعد تشوفونه ويانا مرة ثانية لا تنسى شد المعدة بالطريقة الصح عشان انت توخر مثل ما قلنا الافرد عن ظهرك وتخلي التمرين كله يطلع من الاكتاف لانك شاد المعدة فلما تشد المعدة انت خلاص المعدة تحمي الجسم كله فانت قاعد تتمرن بس بأكتافك وهذا شيء وايد ضروري انك انت دايماً تركز على العضلة مالتك وتركيز الصح انك دايماً تشد معدتك تنفس صح وايد ضروري وكل مرة نتكلم عن الموضوع هذا النفس 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 وايد ضروري انك تتنفس بطريقة صحيحة عشان تدخل اكسجين جسمك وتعوض العضلات الصغيره التالفانه اللي داخل العضله اللي قاعد تلف كل يوم بس نفس الوقت انها تتجدد مع التمرين التنفس وبالطريقه الصحيحه فحاولوا كل ما تقدرون التنفس بطريقه صحيحه ان شاء الله اشوفكم الحلقه الجايه برنامجكم كافي كورنر